اعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة ارضية بلغت قوتها 4.8 درجات على سلم ريشتر اليوم الخميس بعرض ساحل اقليم الدريواش وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش وقعت على الساعة الواحدة و وخمسة وخمسون دقيقة و عشر ثانية بعد الزوال توقيت غرينيتش زائد واحد واضاف المصدر ذاته ان هذه الهزه التي سجلت على عمق 6 كيلومترات وقعت عند التقاء خط العرض 35.576 درجه شمالا وخط الطول 3.558 درجه غربا